كاظمي على كيفك عمو يانا، والله العظيم قاسنا 140 وهذا القاسه 180. العالم كاتلها الضيم حمله غراضها وتركض على الساتر، كاتلها البرد وتقص من عندنا. كاظمي 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 ها والله يا عم شوينا. عماد عماد وينك عماد شوينا؟ اخوان السلام عليكم. اخواني مدراء الاعلام، هذا الجندي اللي طالع يتهجم على دولة رئيس الوزراء اريد اسمه وحتى وين ينتسب بسرعة رجاء. طيب الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. يوم أمس مثل ما شفنا في بداية الحلقة انتشر مقطع لجندي في الجيش وهو ينتقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول استقطاعات رواتب الجنود. انتشار هذا المقطع دفع بالناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الرسول بالمطالبة بجلب اسم ومكان الجندي، كذلك عبر مقطع صوتي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف المقطع مرة ثانية ونرجع لكم. كاظمي على كيفك عمو يانا، والله العظيم قاسنا 140 وهذا القاسه 180. العالم كاتلها الضيم حمله غراضها وتركض على الساتر، كاتلها البرد وتقص من عندنا. كاظمي 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 ها والله يا عم شوينا. عماد عماد وينك عماد شوينا؟ اخوان السلام عليكم. اخواني مدراء الاعلام، هذا الجندي اللي طالع يتهجم على دولة رئيس الوزراء أريد اسمه وحتى وين ينتسب بسرعة رجاء. طبعا هو السؤال يعني ليش قبل كم شهر من تم إلقاء القبض على أفراد من ميليشيا حزب الله كان ينوون إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، وتم تهديد مصطفى الكاظمي شخصيا واضطر للإفراج عنهم وطلعوا وداسوا على صور مصطفى الكاظمي واتهموا بأنه عميل الأمريكان والصهاينة، ومع العلم هم تحت مظلة الحشد اللي هو بحسب قانون البرلمان تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الحكومة، ولم يتم محاسبتهم لا على إطلاق الصواريخ ولا على إهانتهم للقائد العام للقوات المسلحة. وهذا الجندي اللي تكلم عبر مقطع فيديوي انتقد الكاظمي لأنه أكو استقطاعات في رواتبهم تحركوا عليه واعتبروا كلامه يمس شخص رئيس الحكومة وهيبة الدولة، لأن ما عنده ظهر وما عنده ميليشيا توقف وراه لو شنو. خلونا نشوف الصور، الصور اللي انتشرت قبل يعني أشهر قليلة لأفراد من ميليشيا حزب الله العراق وبعد إطلاق سراحهم، شلون تظاهروا وشلون داسوا على صور مصطفى الكاظمي. يعني هذه حلال وذيج حرام. طبعا احنا مو من باب تأييد الجندي، لكن هذا واقع الحال. يعني انتوا تقولون ديمقراطية وحرية تعبير وإلى آخره، فيعني الرجل لم يسب ولم يشتم، طالب بحق، لأن هناك استقطاعات رواتب. الحديث عن استقطاعات رواتب ليس في الجيش ولكن في كل مؤسسات الدولة، فإما تكون يكون القانون على الكل وإما لا يطبق، وهو هذا اللي حصل في العراق صراحة، لا يطبق إلا على الفقير واللي ما عنده ظهر وما عنده واسطة. معنا اتصال محمود من الموصل، تفضل محمود. محمود تسمعني؟ إيه نعم أسمع. تفضل عيني تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله عنك هذا مصطفى الكاظمي عنده ذرة قيلة يقبل جندي يتهدد بعماد، تقبلونها هذه؟ هذه حكومة؟ هذا رئيس على فاضل خليمة السرية، هو
هذا ما يصير رئيس وزراء، هذا المفروض تعطوا الامر النواب هذا ودوس على حلقه وحلقه. هذا اليوم هم 17 سنه يقتلون بسنه، 17 سنه يقتلون بسنه. الميليشيات الايرانيه صارت لنا عيران، صارت لنا عيران، هي ربنا قيادتنا ما صارت لنا. احنا كنا عندنا رئيس وزراء جندي حد يتهددوا، والله هو وعامل لواء ماله هذا لوني انا ابو علي حتى تحريف الدم هذا. واليوم 17 سنه يذبحون بالسنة الرمادي والموصل والتكريت وديار الصفوق. نور المالك يقول انا اذا ما اقبض على 7 دول يقول انا لا تعتبرني رئيس حزب الدعوه. قال اللي تجيبها من الاردن والسعوديه والكويت وسوريا وايران واليمن والعراق، قالوا ارجع اسويها خريطه مال طريق واتجه على اسرائيل. زين محمود، ليش القانون الدولة. نعم نعم، ليش المتابعة تتم على يا محمود إذا تسمح لي، ليش يتم متابعة جندي لأن يتكلم بمقطع فيديوي ولا يتم متابعة يعني هذه الميليشيات اللي تختال واللي تقتل وهم تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا يستطيع القائد العام للقوات المسلحة التحرك عليهم؟ والله العظيم قسم بالله واسمع علي، ادحك علي. نعم اقسم بالله العظيم لو ندحك الا راح يجيبونه الى سوريا. والله لو ندحك في هذا الا راح يجيبونه من سوريا. والله 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 الا راح يجيبونه من سوريا. ونور المالك يابا ما حاسب لك، حاسب الدوله جعل كل الاوامر بيده. النواب يقول الانتخابات اذا شربت عليها الامم المتحده يقول راح يطيق خراب. نعم صاير لي منطحه ثور، يعني حود مسلول واحدهم صاير يابا والله صاير يعني سولوا العراق ابوهم اجدادهم العراق، كل من قاضب له رصيف وهذا قاضب له شق وهذا قاضب له بير نفط وهذا قاضب علمي. نعم محمود انا اشكرك من الموصل كان معنا ابو محمد من السماوة. تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. الله يخليك استاذ. خاصة بالرواتب المواطنين، احنا لاحظنا بالفترة الأخيرة آخر أسبوع هذا أنه يخرج بين رئيس اللجنة المالية بالأمان اللي هو الجبور أو من القنوات المالية والتواصل الاجتماعي اللي تحدث الاستقطاع العام حصل الرواتب والمشكلة الناس يعني انه الاستقطاعات ووقف الاستقطاعات وتلقاه بالمقابل موافق على سن قانون جديد او قانون جديد اللي راح تكون رواتب مضبوطة زي الناس ما بحثت معاش عن شلة ما قال هذا الشخص هذا البرلماني هذا يجيبوه طالع يضحك على الناس. نعم طالب هاي ضمن الموازنة كذا وضمن ناحية وين الطب يعني شنو الضمون أي قرار ما ضمن حتى القرار اللي والمقترح اللي قالوه عن تخفيض الدولار رجعون 120 أو 130 أيضا طبعا أنا ما أدري سوى أي شيء وراح يب لأن نعم أبو محمد. أنا أشكرك أبو محمد من السماوة كان معنا وأعتذر لأن الصوت ده يقطع عندنا. إحنا عندنا يعني هذا أخذنا الموضوع موضوع الجندي لأن منتشر على منصات التواصل الاجتماعي ويتم الحديث عن التناقضات في تصرفات الحكومة. عنوان واشنطن تقدم نحو 10 ملايين دولار لدعم الانتخابات في العراق، حيث أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الخميس تخصيص نحو 10 ملايين دولار للمساهمة في دعم الانتخابات المبكرة في العراق والمقرر أن تجري في أكتوبر تشرين الأول المقبل. خلونا نتحدث بالتفاصيل كما تم تداوله عبر الصحف والقنوات الإعلامية. السفارة الأمريكية بالعراق قالت في بيان بتأكيدا لدعمها للعملية الديمقراطية في العراق، تقدم الولايات المتحدة مبلغ 9.7 ملايين دولار لتمويل أنشطة الدعم الانتخابي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي في جميع أنحاء البلاد، حيث ستدعم هذه المنحة المقدمة من خلال الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية، الحكومة في العراق والمجتمع المدني الرامية لإجراء انتخابات كما تقول حرة ونزيهة وتعزيز مشاركة الناخبين. تابعت تعد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومن خلال نشاط مكتب المساعدة الانتخابية التابع لها بعثة انتخابية معترف بها دوليا، إذ انكبت على العمل على الكثب مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على تعزيز فهم المفوضية للعمليات الانتخابية وإدارتها. وأوضحت بأن الإدارة الأمريكية تمثل داعما طويل الأمد لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مسؤول في مفوضية الانتخابات أكد بأن الدعم الدولي سيزيد من فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يعني إذا ماكو دعم دولي وخارجي راح تكون انتخابات مزورة. القصد من نقل هذا الخبر أنه المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية اللي جلبت العملية السياسية في العراق تريد إجراء هذه الانتخابات مثل سابقاتها بأي ثمن كان، 800 شهيد من ثورة تشرين، استمرار اغتيال الناشطين واختطافهم، تفجير العبوات الناسفة على الناشطين، تجر الانتخابات، يريد يجرون الانتخابات إن كانت الانتخابات مثل ما نعرف مزورة غير مزورة لازم تصير الانتخابات، يعني ماكو شوارع، ماكو خدمات، استقطاع رواتب، أزمة اقتصادية، ميليشيات منفلتة، الوضع تعبان في العراق، انتشار فيروس كورونا، وظائف ماكو للخريجين واللي حملت الشهادات العليا، بأي ثمن لازم تصير هالانتخابات، تصير 18% مثل 2018 المشاركة بيها، تكون انتخابات عفوا مزورة غير مزورة لازم تصير هاي الانتخابات بأي ثمن. ومثل ما الأمريكان دعموا الأحزاب والجماعات اللي اجوا وياهم بالعام 2003 لازم يستمر هذا الدعم. القصد من يعني نقل هذا الموضوع انه المجتمع الدولي داعم لهذه الاحزاب اللي قتلت واللي سرقت واللي عاثت في الارض الفساد، ما زالت تريد استمرار هذه العمليه التي جلبت الخراب للعراق. نعم، رسالة على الواتساب يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريقنا الرافدين المحترمين إخواني. يقول أشوف هذه الألقاب بس وزراء، يعني حرام لو تسموهم 40 حرامي لايق عليهم. تحياتي لكم، عراقي مقيم في عمان. تكملة الخبر يقول المسؤول في المفوضية الانتخابية يقول أشار إلى وجود رغبة بوجود مساعدة أممية في مجال مراقبة الانتخابات في الانتخابات المبكرة اللي راح تصير في شهر 10 القادم. معنا اتصال أبو عبيدة من الموصل، تفضل أبو عبيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا هلا بك يا أستاذ. هذا استقطاع الرواتب هي قريدة العالم عايشة على الرواتب. نعم عايشة على الرواتب. هالتعقامته قعدت، إذا جندي طالب بحقه إذا انقطع من راتبه هالتشنفلس، هذه هالتشنفلس تفيده إذا هالغلاء المعيشي، الإيجار، الأطفال، تفيده الغير أمور. يعني شنو والله نلقى القبض عليك إذا أنت قطعت من راتبي؟ ليش؟ وهي ديمقراطية، وانترجت الديمقراطية وصفقتونها. نعم يعني أسعموا الجد بها يستقطعون، هذا يستقطعون إذا ألف دينار يستقطعون من رواتب الموظفين، من رواتب العسكريين، من رواتب الغير. هذه الجد عاد تجمع، هاي للمن دعا تروح؟ كله دعا تروح للحظة يعني قامت وقعدت هذه الفلوس اللي دعا تستقطع، ما انتوا دعا تأخذون فلوس الدنيا دعا تضربون بالمليارات. ليش يا أستاذ العزيز ليش؟ يعني على مو جندي حتى كنت الحق يستقطع من راتبه؟ نعم يعني مو صعوبة 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 شوية صعوبة. يقولون الله المستعين. أبو عبيدة، الدعم الأمريكي المتواصل يعني 10 مليون دولار لدعم الانتخابات القادمة في العراق، يعني المجتمع الدولي مصمم على دعم هذه الطبقة السياسية
التي جلبت الخراب 18 سنة، مع العلم طلعت ثورة بالعراق وقدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وما زالت آلة القتل والاغتيال متواصلة بحقهم، والمجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تدعم هذه الطبقة القاتلة إذا صح التعبير، الفاسدة اللي جلبت الخراب والدمار للعراق. هذا العزيز نعم، يعني هذا العشر عشر هذا يصفوها وكذا وكذا، قالت الانتخابات عشان الانتخابات في شيء استعمال أتقطع من هاي فلوس البشرية، هذا أتقطع هاي كلها صار لون الأحزاب من الجانب الانتخابات. هذه صار نحن سنين إيه ما شفناهم من 2003 إلى حد الحين، قال كل هذه الفلوس كلهم من نفس الوجوه، المن انتخب المن ما جو صلح هو البلد، ليش هو البلد الفقير؟ بلد البلد بلد العراق غني، أسعار واسب البرلمانيين اللي يأخذونها ما يعادل أن رئيس البرلمان الأمريكي، ما عندهم هم يشيروا واسب منه، شافوا الشيء اللي ما شافوا بيحاسبون الناس على قطعهم الراتب، وهسع والله شنو تستقطع الضريبة وتستقطع الكذا، هذي خلي بطون والله عيب عليهم والله أضحانه، خلي تبطون الأمور اقتصاد البلد أنه أوضح، ما دعي دارت الانتخابات عشان انتخابات دا سوينا كل شيء ما دا سوينا، راحت وجوه جت نفس الوجوه قاعد على الكرسي بعيد رب الأثمانين أثمان 40 مليون 45 مليون دينار بعرس أمهاتهم ما شافوا وشي فلوس، هالساعة سوينا إياها جندي عبان انقطع من راتبه قامت وقعدت والله نلقى القبض عليه، ليش تلقى القبض عليه؟ ليحكي بحقه. أنا أشكرك أبو عبيدة من الموصل كان معنا. فارس من الموصل تفضل. فارس فارس مصير التلفزيون السلام عليكم عزيز. الله يسلمك وعليكم السلام. أنا على هذا الجندي اللي طالب بحقه. نعم هذا الجندي هذا يعني طالب بحقه، هذا حرام يعني حرام، هذا من دولة المالك، هذا حال الجندي. نصير التلفزيون للأخير وتكلم على راحتك. على حال الجندي هذا يعني طالب بحقه، يعني وده طالب بحقه يعني. نعم. جرم خطية، هو من برقبته عائلة وبرقبته مسؤولية وبرقبته، هو راتبه شنو يعني راتبه؟ ما له قيمة أصلاً. يعني لمتى يعني هذا الشيء يصير بالموظفين؟ مو بس عشانك على هذا الموظفين، كامل هم هذول هم هذه حالتهم. نعم. نعم فارس. فارس كان معنا من الموصل وانقطع اتصال. في مجال مراقبة الانتخابات، قيادات سياسية وميليشياوية في العراق أكدت في الأيام الأخيرة رفضها خطوة حكومة الكاظمي طلب الإشراف الدولي لمجلس الأمن على الانتخابات. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية
هو 10727. الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال شاكر من بغداد، تفضل شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استاذ عمر، الله يسلمك، حياك الله يا اهلا بك. تحيه لك وتحيه الكادر قناه الرافدين المحترم. حياك الله يا اهلا بك. ولو انا يعني قائد عن الاتصال معك من صالي من ايام قديمه لسنه الوالده مريضة وإن شاء الله إن شاء الله شفاء الله عز وجل، لكن أقول إن شاء الله ما أخي أستاذ عمر اليوم هذا كلامكم قبل شيء من كلامكم اللي تقول الولايات تدعم الانتخابات العراقية $10 مليون. نعم زين، هي تدعم من هي أمريكا وإيران وغيرها بدأت تدعم العراق، تدعم الحكومات هاي العصابات الخضراء من 2003 لحد هذا اليوم تدعم بالأحزاب بقتل الشعب العراقي. زين الولايات المتحدة من تقول أنا أدعم الشعب العراقي والمجتمع الدولي يدعم الشعب العراقي، زين ما دعموا الشعب العراقي اللي راحت على 800 شهيد وآلاف الجرحى من أهل الجنوب، وين دعمهم لأهل القربية، أهل الرزازة، أهل الصقلاوية، اللي الجثث اللي راحت تحت الأنقاض لحد الآن في الموصل، ما يدعمون الشعب العراقي، ما يدعمون المعتقلين ذولاك اللي يعانون من الجوع وبرد وآلام وتعذيب. يا أستاذ عمر، نعم يعني هم السعين من يقول لك ندعم الحكومه، شي يدعمون بالحكومه اللي قتل الشعب العراقي وهدم البنيه التحتيه وهدم الصحه، ماكو تجاره، ماكو زراعه، ماكو الشعب العراقي يعاني من جوع، الشعب العراقي يعاني من الم، الشعب العراقي يعاني من تهجير ومن قتل ومن اغتيال. والشعب العراقي يا استاذ عمر من 2003 لحد هذا اليوم ما شاف راحه، ولا شاف يعني مثل بعض الدول اللي يمشي براحته ياكل براحته، حكومته مدلله شعبه. احنا اي حكومه من 2003 صار لك كم حكومه صارت لنا منتخبه؟ 2018 20% سواها 60 80%، وهي كلها تزوير. صناديق الاقتراع كله حرقوها حتى يفوزون دول الاحزاب مثل المالكي هذا المجرم الهالكي، والله هذا حتى ما يسمى المالكي لكن يسمى الهالكي المجرم اللي قتل الشعب العراقي وما استثنى لا هذا سني ولا هذا شيعي، وكلهم شعب واحد وكلنا عراقيين وكلنا دم ولحم واحد. اللي قتلنا واللي ما قتله وما سفك دماء اقتنى بالسجون، واللي ما انقتل بالسجون هسه مقيد بالبيت ما يقدر يرفع راسه. هاي كلها سبب من سبب امريكا، وهي اللي جابتهم على ظهور الدبابات ودمرت الشعب العراقي دمار. لكن احنا الشعب العراقي ما يصير له اي ترى اخ استاذ عمر اذا ما نحن ننتفض نفضه وحده ونكون ايد وحده واخوه من شمال العراق الى جنوبه ومن قربه الى شرقه، ونكون اخوه متكاتفين ونقوم بوجه الظلام ذولي
من او اكبر راس الاصغر راس كلهم نعم. مجرمين. وانا اشكرك استاذ عمر. وانا اشكرك شاكر من بغداد كان معنا. عبد الرزاق من بابل تفضل. عبد الرزاق. عبد الرزاق انقطع اتصال مع عبد الرزاق. السلام عليكم. شلون صار؟ اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. الله يسلمك. بالنسبه انا اشكر الاخ شاكر. نعم. وهو هذا صوت العراق وكلنا احنا العراقيين نريد يكون صوتنا هذا يعني. نعم. احنا لازم نكون ايد واحده حتى على مود نتخلص من هذه الطبقه الفاسده. نعم. استاذ عمر عزيزي بالنسبه للجندي انا شفته احنا اهم شيء يهمنا الجيش العراقي. احنا ما لنا دخل بالشخوص. نعم. الجيش العراقي اللي معروف عنه الضبط والانضباط. نعم. انت ما تاكل الامور هذا يعتبر قائد عام القوات المسلحه فانت. نعم. ليش تتجاوز على الامر مالتك. نعم. القائد عام القوات المسلحه باعتبار رئيس وزراء لجمهوريه العراق وهاي جمهوريه العراق هي دولتنا فمهما تاكل الامور هو يمثل دولة العراق. نعم. وإحنا قلنا السلام الجمهوري في ليس من باب تأييد كلام الجندي ولكن إما أن يكون القانون على الكل أو لا. جاي تفضل تفضل. جاي كامل. بالنسبة إحنا نريد نضبط كل العراقيين لأنه أي وشار الجيش العراقي هذا الناحية. بالنسبة للقانون يا سيادة رئيس الوزراء المفروض يطبق على الكل ما يصير يطبق على الضعيف وما يطبق على الجهات الأخرى. يعني احنا عندنا مثل بالعامي أقول أبوي ما يقدر إلا على أمي. زين يا أخي انسأت إلى صورتك وإنت تمثل شعب العراق هذا الشعب اللي إلى هيك وإلى وجوده يعني انت ما اسأت الصوت لشخصك انت اسأت للعراق فانت المفروض مثل ما تطبق على هذا الجندي الفقير اللي يطالب بحقوقه. نعم. المفروض انت ايضا تطبق على ذيك الجهة. نعم. هاي من ناحية اخرى. بالنسبة للانتخابات استاذ عمر. نعم. ودعم امريكا 10 مليون دولار للانتخابات هذا امريكا هي تخدع الشعوب والدول هذه المسميات مالتها وبهذا الشعار الخداع فأي فشل للديمقراطية لأنه هي من غزة العراق بأنه تحول إلى بلد ديمقراطي بلد باريس الشرق القصر فالعملية الانتخابية تريد تحافظ عليها أمريكا بأي صورة حتى تلمع صورتها الديمقراطية مالتها المزيفة فما يهمها اشكات سكة الدماء اشكات زهكة الأرواح هذا ما هي أهم شيء هي تحافظ على الديمقراطية اللي جابتها للعراق لأنه فشل الديمقراطية بالعراق يخلي أمريكا أمام الرأي العالمي بأنه هي سابكة للدماء وإن الشعارات اللي تدعي بها هي شعارات فراقة وكذابة. نعم. فإحنا البارحة أستاذ عمر. نعم. إحنا العراقيين يعني ننتبه لكل اللقاءات مال السياسيين. البارحة أنا كنت أتابع خطاب أو اللقاء العفو اللقاء للرئيس الوزراء السابق المالكي على إحدى. نعم. القنوات يقول مرحلة الرقابة الدولية التابعة يقول تمس السيادة كذا رحمات على الوالدي تمس السيادة يقول العالم أو الرقابة الدولية التابعة للانتخابات هي no. لأنه تكشف عورتهم لأنه اليوم دولة هاي الأحزاب أفضل بأنه الشعب رفضها وما لها وجود بالشارع فتريد تثبت وجودها أو تعيد وجودها من خلال التزوير فالرقابة الدولية راح تكشف عورتهم وتكشف حقيقتهم بأنهم ما لهم أي وجود فلهذا السبب فأنا يعني إذا شعلت الانتخابات. نعم. على طريق البطاقة البيومترية يعني وانا البطاقة البيومترية لأنه هذول أستاذ أمر صارت عندهم خبرة بالتزوير أصبع بعد سنة مو شوية فصارت عندهم خبرة بالتزوير والتلاعب وهذه أنا من ناحية أنا كمواطن عراقي ما أشجع على الانتخابات أشجع على مقاطعة الانتخابات حتى
لا نعطي بعد مجال، لانه انا متاكد فيها نفس الوجوه راح تتكرر وتلعب. فما اتمنى يعني ان نشارك في هالانتخاب ومقاطعات حتى نقدر ان نعيد بلدنا وعيد وطننا. فكافي دماء وكافي دموع صراحه، لانه العراقيين بعد ما يتحملون يا استاذ عمر. وتحياتي الى تحياتي لك عبد الرزاق من بابل كان معنا. معنا اتصال حسين من البصرة، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويبارك بك. نور المالكي رئيس الوزراء الأسبق قال بأنه يرفض الإشراف الدولي على الانتخابات من أي جهة كانت لأنها تمس السيادة. شنو 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 يعني تمس السيادة؟ يجون يشرفون على الانتخابات حال أي دولة بالعالم ويشوفون شون تصير الانتخابات. يعني هم من جابتهم من إجوا ويا الأمريكان على على ظهر الدبابة وتغير البلد، هذا ما يمس سيادة البلد؟ نعم صحيح أستاذ عمر. لأن دولة هذول كلهم عملاء الأمريكا، من جابوهم؟ جابوهم من جانبهم. نعم. من جانبهم طبعا، هم جو على انتخابات السهل يدعمهم، هاي ثانيا دعم مال هذا راح يتبع عليهم دين، راح يضربوا عليهم مكعب، يعني يضربوا عليهم مكعب، باشر يداعيهم دي. بس والله العظيم هم لو مطلينهم شهيد وفرحينهم عائلة الشهيد، هو من دعم دعمهم بهاي الدولارات. ليش ما تطول الشهداء هاي اللي راحت؟ ليش ما تطول الشعب؟ ليش ما يتزور جماعة البرلمان؟ نعم. زين ثانيا عندك هذا الجندي، الجندي اللي خطيه طلع يقتل في البريد ويدق على البرد يعني والخوف ورهاب وكراوة ومدري ايش، ها؟ يطلع يودع عليه جيبوا لي اياه، تيقط راتبه، قام يحكي. ليش ما جاب ذول اللي جماعة الميليشيات اللي قطعوا راتبهم؟ ليش ما دز على ذول اللي قالوا انا قص لانك؟ يعني دز على الجندي هذا الفقير؟ نعم. يعني شو تقول يعني استاذ عمر؟ يعني هاي حكومه هاي بالقران ما سرعها، هذا اصلا ما خلي حتى اصلا جنده، هو ما خلي، هو ما خلي جنده امر حظيره، هذا هده، هذا ما يفيد، هذا مو رئيس دولات ولا رئيس وزراء، هذا اصلا ما يفيد الشعب، دوم ما يفيد الشعب. مثل ما صوني له اوزع على امهات الشهداء خطيه، هذول الناس النازحين التعبانين اطيهم. يعني تتبتاز ولا جماعة البرلمان اللي كل واحد ياخذ له 10 ملايين و20 مليون و30 مليون، ما الله يخبره يعني يجيبونه يدعمونه. بس هاي حكومة فاقسة والله العظيم، حكومة فاقسة، حكومة ما بيها والله العظيم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك حسين من البصرة، كان معنا أبو صدام من تكريت، تفضل أبو صدام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك الحين؟ يا اهلا بك، حياك الله. دكتور عمر، بالنسبه للدوله، هي دوله كلها دوله ميليشيات ودوله ناس حراميه. يعني بالنسبه للجندي، هو اذا حكى له كلمه هو حكى حقه. الرجال يحكي عن حقه وعن راتب الناس اللي دا يقطعونها بغير حق. يعني انت مصطفى الكاظمي ما تقدر على الميليشيات اللي داسم على صورتك ومبضح النهار ما قدر تاخذ اي اجراء، وجندي فقير يحيى رسول تطلع وجيبوا لي اسمه وخلنا اعتقله. يعني هي هاي الدولة مالتكم؟ نعم. هي هاي العدالة اللي تسمونها؟ واحد ميليشياوي يطلع يهدد لواروك قائد عملية الأنبار يقول له اقطع ايدك بصيدك، وما تقدر تقول، ما تقدر تتخذون اي اجراء بحقها. والله جندي حاكي له كلمة حق بوجوهكم وراتبه، وراتب الناس المساكين اللي دا تنتظر يوم يوم حتى تدفع اجار وعيشة وماكو، على مود شنو تقطعونها؟ ما حكى شيء، حكى يا رجال حكى حقه. ليش ما تحاسبون المليون ايراني؟ البارحه احد القنوات طلع التقرير، مليون ايراني بدياله يستلمون رواتب تقاعديه من العراق، مليون ايراني بدياله. هذول شكو واحد قتيل بايران اعتبروه شهيد، الحكومه مالتنا جعتهم طيرات من فلوس العراق. مش وما حاسبتهم وما قلت لهم ليش؟ لو بس قادر على الفقره وهاي الميليشيات اللي تصود بالعراق وما تقدر تخص وياها فصة كلمة واحدة ما تقدر تحكي وياها. ليش عبا فقير جندي حكى حق ليش تسوون بي؟
هي دولة عبارة عن ميليشياوي، دولة عبارة عن لصوص، والقوي أكل الضعيف. هم هاي أمريكا جابتهم حاشاك من المزابل وسلمتهم العراق وتدري بيهم. هم هاي شي تجيب أمريكا دي، تجيب واحد يخدم العراق أكيد طبعا راح تجيب واحد حرامي ابن حرامي وعايش بالزبالة وجابت العراق وسلمته قالت لبوق براتك. هي هاي الحكومة. بشكرك يا مستر عمر. شكرا أبو صدام من تكريت كان معنا. أم محمد من الموصل، تفضلي أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بيك. الله يبارك بيك. أهلا بيك. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هم بلاكات مدللة، وإحنا أهل العوائل المعتقلين اللي دا ينقلون أولادنا. وقبل فترة أنت شفت البرنامج من طلعة أم حسن وكانت تقول دا أقدي وأروح أودي على ما أوصل وأصل بالكروة وأروح على أولادنا، وسدا يودون أولادنا بآخر الهفوف وفوقها هم الغلط علينا والسب. إحنا الأبرياء النساء يغلطون علينا وعلى على ولادهم وخواتهم. ليش هم ليش بلاد خارج أفرض مننا نحن العراقيات؟ هي مدللة والله ما عفو ماكو انتخابات. احنا ردنا العفو العام، ما ردنا يبهدلون ولدنا وينقلوهم باخر ردوا على تلفات الدنيا كلهم طلعوهم بهدلوهم. هاي سنة وشهرين ثلاثة شهر ماكو زيارات، قبلنا بالموضوع كورونا، انتهت كورونا هسه توفهوهم كل من ودوا باخر الدنيا. انت شفت المرة قالت انا قد الكروة وأهل الغيرة قالوا إحنا نجمع لها وعلمتوا حتى وين ودوهم بالحلة وبابل. هذا لازم برنامج خاص على النقل، هاي النقلات. وإحنا نقول الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ما ظلم هاي المحافظات وخاصة الموصل. وخاصة أنت تعرف هسه بيوت العوائل المعتقلين مشحولة محروقة، ما حد يعرف مصير أولادنا وين صاروا وين راح حل الدهر بيهم. نعم الله يعينكم. لا اي انتخابات هاي يعني على ايش ننتخب؟ على اولادنا المعتقلين بالسجون اللي يموتون؟ على ايش ننتخب؟ ننتخب على الظلم اللي نحن فيه؟ على ايش انتخاباتنا؟ لمن ننتخب؟ لمن؟ من وقف قال هاي العراقيه مظلومه دا تروح ودا تتعب وتتعاني؟ وليش هو ولدنا؟ ولدنا كلها ابرياء، هم يعرفون ولدنا ابرياء. هي هاي كانت مسلسل داعش كان مسلسل هم صنعوه، ما نحن صنعناه. ولدنا راحت، احنا ولد الخايبه ما وقعوا بيه الا ولد الخايبه. نعم انا اشكرك ام محمد. والله لو تشوف الامهات، انت تشوف الامهات محروقه حرق على ولدها، ما نعرف وين صار ولدنا. نعم. ودي حل الدار بيوم. ليش هم ما عندهم ولد؟ قلبهم ما يحترق، ما عندهم ضمير. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ياخذ حقنا وحق اولادنا، الله يظلم اللي ظلمنا نحن، خاصه المحافظات المنكوبه وخاصه اهل الموصل. اكثر سبب نحن ندفع الثمن هم احنا وهم بيوتنا وهم عوائلنا وهم المحامين. نعم. كلونا وزتونا وهنا عفو ماكو وتتاخر كذا يودوهم تلفات الدنيا. هذا ما ظلم؟ هذا ما ظلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ما نام إذا ما نحس والله عليهم. لو يعرفون كلمة حسبي الله ونعم الوكيل عليهم إن شاء الله تحرقهم حرب، إن شاء الله يتكلموا ولدهم مثل ما فعلوا قلبنا بولادنا. والله أستاذ عمر، هسه أي بيت فيه معتقل يفوت الأمهات تبكي دم. وهذا بس ما صوتي، يعني صوت كل الأمهات المعتقلين اللي ولادهم هسه ما يعرفون اسمهم مصيرهم وين راح يحل الدهر بينا. الله يعينكم والله يفرجنا الأبرياء. محمد بن المصري كانت معنا. أنمار من ذي قار، تفضل أنمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونكم؟ شلون صحة؟ يا هلا بك. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك أستاذ. برنامجكم يعني حر، أي موضوع يتكلم له بخصوص الجندي فقط. لا 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 لا، احنا تكلمنا على أكثر من موضوع، من ضمنه كان الجندي. نعم صحيح بارك الله فيك. كلمة نطرق من هذا الموضوع وننطلق به. تفضل على راحتك. أنت تعرف بعد مثقف وإعلامي أنه الجندي اللي يتهجم على الآمر مالته أو المسؤول أو القائد. نعم. العام إليه هذا مرفوض قانونا و... نعم. وأخلاقا واجتماعيا يعني مرفوض. نعم أي يعني المفروض يعني يلتزم بالأوامر والسياقات وخصوصا. نعم. هاي مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. تشاهد من الكل من الجميع، فما يصير احنا. نعم. يعني نتجاوز على هذا المسؤول مالتنا او القائد مالتنا اللي هو واجهتنا يعني امام الكل. نعم اي الظلم موجود، احنا نصحح الظلم من خلال يعني اختيارنا الصحيح. الانتخابات قادمة ان شاء الله زين. انمار ما انمار. نعم.
احنا لم نبرر للجندي، احنا نقلنا ما قاله الجندي وسرعة رد الحكومة على الاتيان باسمه وبوحدته، تمام؟ وتكلمنا عن احداث، ضربنا امثلة، جماعة حزب الله داسوا على صورة الكاظمي وطلعوا عميل اسرائيلي امريكي وسبوه وشتموه، وقبل فترة ابو علي العسكري طلع على التويتر قال الكاظمي نقص اذانك، وين الكاظمي؟ وين هيبة الدولة عن ذولا اللي هم تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة؟ لو القانون على ابن الخايبة ها يطبق، وعلى اللي عنده ميليشيا وعنده ظهر ما حد يقدر يسولف فيها. هو هذا قصدنا، لم نبرر احنا للجندي. احنا يا استاذ، نعم يا استاذ، بس خلي شوي نغادر هاي النبره مال الميليشيات. جماعه طلع منه جماعه حزب الله علويه قانونيه داخل منظومه الامن والدفاع. يعني اول مره اشوف تحت امره القائد العام للقوات المسلحه يهددون القائد العام للقوات المسلحه ويقول لك لا مو ميليشيات، لا عشان نسميهم هاي التصريحات. ماشي راح اسالك سؤال، انت قلت اسالك سؤال، هل حزب الله وغيرها من الميليشيات العصائب وغيرها 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 تاسست قبل الكاظمي لو بعد الكاظمي؟ اسال قبل الكاظمي، تمام. وبعدين صار بيها متفق يا قالت لك احنا تحت امره القائد العام للقوات المسلحه، هل هذه الميليشيات او انت تسميها الفصائل تاسست قبل الحشد لو بعد الحشد؟ الميليشيات اي ما نقدر احنا نسميها ميليشيات. ماشي يعني انت لا تسميها ميليشيات، لا انت لا تسميها، هاي انت تقول فصائل تاسست قبل الحشد لو بعد الحشد. جاوبني عزيزي. لا لا بس جاوبني، مو بيها تفصيل. لا لا الرئيسيه العصائب حزب الله السرايا ذني الاساسيات، ذني الاساسيات قبل الحشد لو بعد الحشد؟ عندنا فصائل تشكلت بعد الحشد قبل الحشد. لا لا ذني اللي دا اسميهن اني، ذني قبل الحشد لو بعد الحشد؟ صحيح انا متفق وياك بهذا الجانب، قبل أنه الحشد لو بعد الحشد بصورة شني؟ بس جاوبني، كانت مقاومة ضد الاحتلال. بس جاوبني يا اخي، يا مقاومة وين قاومة والاحتلال؟ بس جاوبني قبل الحشد لو بعد الحشد؟ لا يا عزيزي ثق بس يعني جاوبني، بس جاوبني يا اخي، بس جاوبني قبل الحشد لو بعد الحشد؟ صحيح قبل الحشد، قبل الحشد يعني لها تاريخ قبل الحشد، انظر. تاريخ مقاومة. هم يصرحون ويقولون نعم. ويفتخرون نحن نتبع الولي الفقيه في إيران، تمام؟ نعم. شي يقول لنا ننفذ؟ نعم. هل هؤلاء ينفذون سياسات الدولة العراقية الحكومة العراقية وهم دي يقول لك لا احنا نتبع للولي الفقيه؟ شنو هذا التناقض؟ احنا كهذا اللي يقولون ما يصير عمي ذبحوا الناس كافي، احنا الى متى صرنا 18 سنة ذبحوا الناس؟ نعم. ولد الخايب 800 شهيد بثورة تشرين، هاي هيج هذا شربت له دم. 27,000 اللي يطلع ينتقدهم يقولهم ميليشيات يزعلون، لا هم ميليشيات. هو شنو التعب لك الميليشيا؟ عزيزي انت ترى اقول لك ايرلندا الشماليه كان بيها ميليشيا، يعني لا عبالك التسميه تضر المسمى، انت فعلك هو اللي يضرك وينفعك. انت شنو على الارض؟ انت شنو على الارض؟ شنو اللي حققته؟ انت يطلع القائد العام للقوات المسلحه يلقى القبض على ناس يطلقون صواريخ على المنطقه الخضراء يهددوه ويهدهم باول ساعه وثاني يوم يدسون صورة بالقندرة حش السامع وما يقدر يفك حلقة عليه، وتقول لي ذولا فصيل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ على من نضحك احنا؟ على من نضحك؟ زين انت على من نضحك احنا؟ يعني على من نضحك؟ هذا يعتبر نفسه عزيزي، هذا تقول عليه ميليشيات ايه؟ يعتبر نفسه انه جزء من المنظومة الأمنية. انت شلون تتجاوز شو وقت تعتبر نفسه من خلال جهاز مكافحة الإرهاب وتدز عليه؟ زين اسالك وهذا سؤال، يبدأ يقول لك انا ضمن المنظومة الأمنية، ضمن المنظومة الأمنية انا ما اقدر اعتقل مطلقي صواريخ؟ يعني انا اضرب نفسي بنفسي؟ شنو هذا التناقض؟ شلون اطلق الصواريخ اليوم؟ هاي صواريخ الكاتيوشا اللي تنطلق على المنطقة الخضراء. خلني شوي اوضح لك وخلي تفسر وما تجاوبني. راح اجاوبك خليني اوضح لك الفكره اللي تدور ببالي وان شاء الله توصل لك بصوره صحيحه. ايه
بعد اطلاق الفتوى المباركه لسماحه السيد السيستاني. نعم. هذه الفصائل اللي انتم تسمونها بقناتكم ميليشيات كانت بصفه مقاومه، يعني تقاوم الاحتلال والعرض والواقع ثبت ذلك. زين ليش من كانوا الناس بعد خلي اكمل لك، ليش ما صدرت فتوى من المرجعيه بمقاومه الاحتلال؟ لا تدخل المرجعيه، لا 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 لا, لا انت دخلتها، انت هسه دخلتها، انت دخلتها، انت دخلتها بالموضوع. ليش ما اصدرت المرجعيه بعام 2003 فتوى صريحه بمقاومه الاحتلال؟ يلا جاوبني. ما راح تجاوبني. لا مو كان النظام يختلف يا اخي. شنو النظام يختلف؟ هي سياده الدوله. انا شنو لي علاقه بصدام حسين؟ قوات غازيه دخلت البلد. انا والله تفطنت، انا تفطنت لان ايران قالت لي قالت لي بعد كذا سنه اضرب ارتال واضرب السفاره لان مصالحها تهددت، فانا لاجل عيون ايران دا اضرب الصواريخ وليس لاجل سياده العراق. انا اعتذر من عندك ان انتهى وقت البرنامج، اتمنى يعني كان صراحه الحديث شيق معك، واني اشكرك انمار من ذي قار كان معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.